بسم الله. Module 6 Implementing Resist Recovery. طيب الميجول ده شباب بيتكلم على حاجة اسمها Disaster Recovery، بمعنى انت عندك مشكلة حصلت ما في السيستم بتاعك، فانت ازاي يعني تبقى عامل حسابك انه ربما يحصل مشكلة، ما ربما ان الداتا بتاعتي مثلا تطير، ربما ان السيرفر دوت يتسرق مني، اي حاجة من الحاجات اللي هي الكوارث دي، طبعا مثلا ايه زلزال هيحصل، فاهميني؟ كل دي اسمها ايه ديزاستر، كوارث يعني. فانت ازاي بقى بتريكفر الكلام ده؟ فانت عمرك ما هتحل مشكله حصلت ما او كارثه وقعت الا اذا كنت انت عامل لها بلاننج قبل كده، قلت مثلا ايه ربما يحصل كذا فانا هعمل كذا، فاهمين؟ ده الفكره بتاعت الميديول ده. هو في الاخر بيتكلم على حاجه اسمها الايه الباك اب، خلاص الباك اب والريستور. الباك اب يعني انا هتكلم، مش هتكلم بوجهه نظر مايكروسوفت شويه، انا هتكلم بشكل عام، خلاص. طيب الباك اب يا شباب، قالك انت لو عاوز تباك اب هتباك اب ايه؟ انا ممكن اباك اب سيستم، صح؟ ممكن اباك اب ايه سيستم، يعني لو انا عندي الاوبريتنج سيستم بتاعي شغال وانا خايف ان هو لو وقع فانا عاوز ارجعه تاني، عشان كنت مثلا نفترض ان هو ده دومين كنترولر، فانا كنت مظبط حاجه معينه، فقال لك اه في باك اب للايه للسيستم، في عندك حاجه اسمها سيستم ستيت، خلاص. طيب في عندك حاجه تانية ممكن تعملها للاو اس، ممكن تستخدم حاجه زي الجوست، تمام. ممكن اقول لك حاجه اديشنال شويه، فاكرين انتوا في الويندوز ديبلويمنت سيرفيس كان عندك حاجه اسمها الكابتشر ايمج؟ الكابتشر ايمج دي مش انا كنت بعمل ايمج وبعد كده بعمل لها ابلود على السيرفر، بحيث ان انا ممكن انزلها عند اي كلاينت على اي سيرفر تاني يعني، او خدتها من كلاينت معين، فممكن اعمل لها ديبلوي على اكتر من كلاينت، ده يعتبر من ضمن الباك اب. مش السيرفر ده كان فيه سيتنج معينه، او الجهاز اللي انا خدت منه الكابتشر ده مش كان فيه سيتنج معينه، معنى انا خدت منه الكلام ده وممكن احطه في اي مكان يبقى ده باك اب، ممكن تستخدمه اكنه باك اب، مش لازم تعمله عشان تعمله ديبلوي. نفس الكلام الجوست، انا ممكن استخدمه عشان احطه على اكتر من جهاز، لا طب ما انا ممكن استخدمه برضه كايه؟ كباك اب، وبالفعل انا عندي كنت بعمل كده. في عندك اكونس يعني حاجه شبيهه بالباك اب ده كتير. خلاص؟ طيب او السيستم ستيت، السيستم ستيت يا شباب مش زي الجوست. الجوست بياخد لك ايه؟ لو انت قلت له السي في او اس وفي شويه حاجات، هو مالوش علاقه بالحاجات دي ايه هي. بياخد السي في اللي فيه وبيعمل لك فايل بحجم السي. السيستم ستيت لا، ما بياخدش السي، بياخد الحاجات الخاصه بالايه؟ بالسيرفيس اللي شغاله جوه الايه؟ الاوبريتنج سيستم. يعني لو انت مشغل دي اتش سي بي هيباك اب لك الدي اتش سي بي، السيرفيس بتاعته والباك اب بتاعه كده. ايه مشغل دي ان اس، اكتف دايركتوري كده. بس ايه لو السيستم فايل وقعت ملوش علاقه بيها. يعني لو حد دخل جوه السيستم 32 راح مدلت حاجات، مش هي الريستور دي، ملوش علاقه. انما هو ايه اسمها سيستم ستيت. خلاص؟ ان انت مش واخد حاجه، مش واخد فول باك اب، يعني انت مش واخد الفايلز اللي جوه فممكن ترجع، لا انت واخد حاجه اسمها سيستم ايه؟ ستيت. طيب ممكن تباك اب ايه كمان؟ ممكن تباك اب داتا، ممكن تباك اب ايه؟ داتا، الشيرد فولدر بتاع الناس، اكسل وورد ومش عارف افلام واي حاجه بقى. انت عاوز تباك اب الكلام ده وانس ان حاجه ضاعت او الهارد باظ او السيرفر حصل له مشكله، فانت تقوم عامل ايه؟ تريستور امبارح مثلا، او تريستور من ساعه، اخر باك اب انت خدته، انت طبيعي بتريستور ايه؟ اخر ايه وقت انت خدت فيه ايه؟ باك اب. طيب طيب في بقى ده انواع الايه؟ الداتا اللي انت عاوز تاخدها تعمل لها ايه؟ ديزاستر ريكفري، تعمل لها ريكفري بعد كده. في بقى عندك انواع الايه؟ الباك اب. يعني انا خلاص انا مثلا نفترض ان انا هباك اب داتا او هباك اب اي حاجه من الحاجات دي، سواء سيستم او كانت ايه؟ كانت داتا. قال لك في ثلاث انواع لعمليه الايه؟ لما تيجي تقول باك اب يبقى لازم تقول لي انت هتباك اب ازاي؟ لازم ايه؟ تقول لي هتباك اب ازاي؟ في ثلاث انواع لعمليه الباك اب. اول حاجه عندك حاجه اسمها ايه؟ الفول باك اب. اول حاجه اسمها الايه؟ الفول باك اب. ثاني حاجه عندك حاجه اسمها الديفرنشال. خلاص؟ تاني حاجة اسمها الايه؟ الديفرنشال. تالت حاجة عندك حاجة اسمها
الانكريمنتال. الباك اب يا شباب في الايام ال 2003 كان في سيتنج احسن بكتير جدا من 2008 و2012 كتير جدا. خلاص طيب انا عاوز اشرح الحاجات دي الاول، ايه الفرق بينهم. بصوا يا شباب معايا، الاول عاوز اشرح الفول باك اب. خلاص هفترض ان انا عندي فولدر اسمه اكس، فايل او فولدر اسمه ايه، اسمه اكس. لو انا قلت له انا عاوز اخد فول باك اب من اكس دوت، هتاخده من السورس للديستنيشن الناحيه الثانيه، هيجي لك الداتا اسمها ايه اكس، هي نفس الداتا. يعني دي حجمها 100 جيجا، هيبقى دي حجمها 100 جيجا، هي ده اسمه ايه فول، يعني كامل. طيب في بقى عندك بعد كده حاجه اسمها الايه، الانكريمنتال باك اب. انكريمنتال معناها ايه؟ تزايدي. خلاص بيقول لك ايه، لو اول يوم عندك كان عندك اكس، عندك ايه اكس، وقلت لي والله اكس ده انا هاخده بالايه، بالانكريمنتال، هاخده ايه انكريمنتال. اول يوم ده لما تاخده بالانكريمنتال هياخده از ها فول باك اب. الداتا هتجي لك الناحيه الثانيه ايه اكس. يبقى اول يوم لو اخدت بالانكريمنتال اسمه تزايدي. خلاص هفترض ان اكس دوت 100 جيجا، هل من منطقي ان انا اخد كل يوم 100 جيجا اصلا؟ مش منطقي خالص. ليه؟ طب ماشي، كميه التعديل على اكس الفولدر دوت كل يوم قد ايه؟ كام ميجا يعني؟ فمش معقول ان انا اخد كل يوم 100 جيجا محدش بيعدل فيهم، حرام، ما انا اخدهم مره واحده وخلاص، واخد بس التعديل. فعشان كده هو اختار لك ايه؟ انكريمنتال وحاجه ثانيه اسمها ديفرنش. خلاص؟ طيب الانكريمنتال بقى لو انت خدت اول يوم، يعني انا عندي داتا اسمها اكس اهو، وجيت خدت منها ايه؟ باك اب. اول مره هياخده ايه؟ فول باك اب. يعني اول مره كده هيفهم على طول ان ده ايه؟ اول مره هيتاخد فيها باك اب، فهياخده ايه؟ فول. طيب تعال نشوف تاني يوم. تاني يوم انت عندك اكس، وجنب اكس دوت رحت مزود فولدر اسمه واحد مثلا. وخلي بالك انت هتاخد ايه؟ انكريمنتال. تاني يوم هيقوم واخد ايه؟ هياخد 1 بس. هياخد ايه؟ 1 بس، التعديل فقط، للتشينج فقط، خلاص؟ طبعا الداتا هتاخد ايه؟ في ثواني. يعني هيبقوا كام ميجا؟ 1 جيجا يعني؟ ماشي بس مش 100 جيجا. خلاص؟ طيب. تالت يوم رحت انت جاي جنب اكس دوت، رحت مزود ايه؟ 1 كان موجود، رحت انت مزود 2، ورحت واخد ايه؟ انكريمنتال. عارف هيقوم واخد ايه؟ هياخد 2 بس. خلاص طيب، رحت جيت في اليوم الرابع، رحت واخد اكس، وكان في 1 و2 باي ديفول، رحت انت مزود ايه؟ 3، رحت واخد ايه؟ انكريمنتال، يقوم واخد ايه؟ 3. طيب، انا كده اخدت ايه؟ اخدت باك اب. طب تعالى بقى نعمل ريكفري. الهارد اللي كان عليه الداتا اللي هي اكس 1 2 3 ضاع. حبيت انا ريستور، هريستور ايه بقى؟ بص هتريستور اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم. ليه؟ لو انا تعالى نعمل ايه ريكفر، داتا ريكفر. تعالى اقول لي كده اول يوم لو رجعناه ايه الداتا اللي موجوده فيه؟ ايه الداتا اللي موجودة فيه؟ في الباك اب انت خدته أول يوم. ايه؟ أول يوم خدت فيه إكس. طيب، الفول داتا أصلاً قبل الهارد ما يبوظ كانت إيه هي؟ كانت إكس 1 2 3 4 3 صح كده؟ طيب، طب أنا عشان أرجع 1 لازم أعمل إيه؟ لازم أرجع اليوم التاني. فلازم أرستور إيه؟ تاني يوم. ماشي. اليوم طب عايز أرجع 2، يبقى لازم ترجع ايه؟ اليوم التالت. طيب بعد كده ها لازم ترجع اليوم الايه؟ الرابع عشان تكمل الداتا كلها. يبقى اذا كل يوم مثلا التعديل واحد ده لوحده مثلا حجمه 1 ميجا، واثنين لوحده حجمه 2 ميجا، وثلاثه لوحده حجمه 4 ميجا. والداتا كلها مثلا اكس 100 جيجا. يبقى انت اول يوم اخدت داتا كبيره،
وتاني يوم الوقت اخدته في قد ايه؟ في ثواني. فاهم كده؟ يبقى اذا الانكريمنتال باك اب، الانكريمنتال باك اب بياخد الباك اب بسرعه، بياخد الباك اب ايه بسرعه، بس بطيء جدا في عمليه الايه الريستور. لما اجي ارجع الداتا بطيء جدا. مين اللي قال كده؟ ما انت رجعت كل الايام اللي خدتها، رجعت ايه كل الايام، واضحه كده؟ تمام. طيب ده كان الانكريمنتال. تعال نشوف الايه الديفرنشال. اول يوم اللي انا عندي داتا اسمها اكس، رحت واخد بالديفرنشال، هياخده ازا ايه؟ ازا فور اللي بعده. اول يوم هياخد ايه؟ اكس زي ما هو. تمام؟ طيب تاني يوم عندك رحت انت مزود ايه؟ جنب اكس ده رحت مزود واحد واخدته بالديفرنشال، هيقوم واخد لك هنا ايه؟ هياخد واحد فقط. طيب لغايه دلوقتي هو مفيش فرق ما بينه وما بين الانكريمنتال، صح؟ طيب تعالى اليوم التالت بقى، رحت انا مزود جنب اكس واحد وايه؟ زودت جنبيها اتنين، ولو خدته بالديفرنشال هيقوم واخد لك بقى، بص ايه؟ هياخد لك واحد واتنين. طب اليوم التالت رحت انا مزود تلاته، هياخد لك واحد واتنين وتلاته، يعني كده اكس واحد و2 و3، وخدته بالديفرنشال هيقوم واخد لك ايه؟ 1 و2 و3. يعني كل يوم بياخد الداتا بتاعت امبارح وياخد الايه؟ يعني بمعنى اول يوم بياخد فيه بياخده فول، بعد كده اي تشينج اي تغيير بيحصل بيعتبر ان ده ايه؟ لازم يتاخد باك اب كل يوم، اي تعديل حصل، يعني التعديل ده حصل تاني يوم فاعتبر ان ده ايه؟ لازم يتاخد النهارده فاخده. جه بكره حصل تعديل في اليوم الجديد فياخد تعديل امبارح واليوم بتاع النهارده وهكذا. فكل يوم الباك اب يحصل له ايه؟ الباك اب حجمه يزيد. يعني انا مثلا نفترض ان الفايل ده 1 لوحده كان مثلا ايه 1 ميجا. طيب 2 لوحده 1 ميجا، فاصبح هو هنا خد 1 و2 فهيطلع ياخد كام؟ 2 ميجا. ما هو 1 ميجا و2 1 ميجا. طب تالت يوم هياخد 3 ميجا. فكل يوم الداتا هتحصل لها ايه؟ الباك اب هيبقى بطيء. كل يوم الباك اب ايه؟ هيبقى بص فوق في الانكريمنتال كان الباك اب سريع جدا، كان بياخد كل يوم ميجا مثلا، نفترض ان 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 الديجيتال اللي انا بحطه دوت بميجا مثلا، متخيلين؟ خلاص. طيب طب تعالى بقى نعمل ايه؟ ريستور داتا ريكفري. لما اجي اقول لك تعالى بقى نعمل ريستور، هتريستور انهي يوم؟ هي الداتا كلها ايه؟ اكس 1 2 3. طيب هيقول لك يبقى انت هتريستور ايه؟ هتريستور اول يوم اكس واخر يوم اللي هو ايه؟ 1 2 3. فهو اذا سريع في الريستور بس بطيء في الباك اب. هو بياخد 1 تاني، يعني هو بص هو التعديل حصل منين؟ اكس ده الفايل الاساسي عندي، انا خدته فول خلاص، يعني اول يوم انا خدت كان عندي شويه داتا اسمها اكس خلاص، فانا خدته خلاص خلاص. جيت تاني يوم رحت مزود واحد، واحد ده طبعا تعديل، يعني انت ما كنتش فاهمها؟ لا واحد ده طبعا فايل انا زودته، يعني انا بتكلم على كده، يعني زودته اي حاجه اي كلام، يعني او فتحت ملف وعدلت فيه ده يعتبر تعديل خلاص. فبالنسبه له الفايل ده اصبح ايه؟ متعدل فيه، فيقوم واخده باك اب بالديفرنشال خلاص كده؟ طيب جه تاني يوم حصل في فايل تاني خالص تعديل، فياخد الفايل اللي اتعدل فيه امبارح وياخد الفايل اللي اتعدل فيه النهارده. طب حصل تالت يوم حصل فيه تعديل في فايل تالت خالص، يقوم واخد مين؟ ياخد الفايل بتاع اول امبارح وبتاع امبارح وبتاع النهارده. ولما يجي يستور هو عنده اخر تعديل، يعني النهارده اخر تعديل بتاع مثلا الاسبوع اللي فات، بتاع اخر تعديل من اخر ايه؟ فول باك اب. يعني هو معاه باك اب واحد كده اللي هو اخر باك اب خدناه، في كل التعديلات منين؟ من اخر فول باك اب خدناه. طيب تعالى بقى نكمل كده حاجه. انا جيت في اليوم الخامس رحت قلت له خد ايه؟
المفروض الداتا عندي اكس 1 2 3 مثلا، زودنا 4، قلت له خد ال differential backup as a as full، يعني هياخد differential بس هياخده ايه full. الداتا هتيجي الناحية التانية ايه اكس 1 2 3 4 مفيهاش مشكلة. طيب تعالى بقى، ها اليوم السادس، اليوم السادس ده بالنسبة له هيصبح يوم أول. الداتا العادية عندي كانت ايه؟ كانت اكس 1 2 3 4 صح كده؟ طيب لو زاد في اليوم ده فايل رقم 5 وهيتاخد بالايه؟ ها بالديفرنشال، عارف هيقوم واخد ايه؟ هياخد 5 بس، وهكذا. لان هو زي ما قلت لك بيعمل ايه؟ اول لما بتاخد فول باك اب بيعتبر خلاص ان الداتا دي احنا خدناها فول، هنبدا بقى ايه نديفرنشال من جديد. ونفس الكلام على الانكريمنتال، الانكريمنتال برضه ايه؟ يعني انا جيت في اليوم الخامس هنا خلاص والداتا عندي اكس 1 و2 و3، رحت واخد انكريمنتال بس ايه؟ فول خلاص؟ الداتا عندي هتبقى ايه؟ اكس 1 و2 و3 خلاص؟ طيب جيت في اليوم السادس هيقوم واخد ايه بقى؟ ها انا عندي اكس 1 و2 و3 ورحت انا مزود 4 هياخده بالانكريمنتال، هيقوم واخد لينا ايه؟ ها 4 فقط، فهمتوا؟ فهو بيتعامل بيزد اون ايه؟ اخر فول باك اب. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك دايما خلي الوقت، يعني مثلا ايه الناس بتاخده ازاي؟ مثلا كل يوم جمعه ياخدوا فول باك اب، وطول الاسبوع ديفرنشال او انكريمنتال زي ما انت بتحب يعني، بس يفضل ايه؟ ديفرنشال في الحته دي اللي هو ايه بيحافظ لك اكتر على الداتا، لان ممكن باك اب مثلا بتاع يوم 3 ده باظ، يبقى يوم 3 باظ خلاص كده؟ ما ينفعش. انما الديفرنشال بياخده كل يوم فهي امان بس في نفس الوقت ايه بطيء، احسن ما تاخده فول. يعني تعديل كل يوم بياخده زي امبارح، يعني خدت تعديل امبارح والنهار، فبعد كده تالت يوم هياخد ايه؟ تعديل اليوم ده وقبليه وقبليه، يشوف من اخر فول باك اب وياخد منه، ياخد التعديل اللي بعديه، يعني بياخد كل التعديلات اللي بعد ايه؟ اخر فول باك اب، ويبدا يمشي لغايه لما يجي فول باك اب تاني، بعد كده يبدا ياخد من جديد بقى التعديل اللي بعد الفول باك اب ده. واضحه كده؟ فهمتوها؟ طيب ده الباك اب بشكل عام، يعني ده الايه الفول باك اب والديفرنشال والانكريمنت بشكل عام. مايكروسوفت كان بيشرحوه زمان بالشكل ده، واي باك اب تكنولوجيا هتشتغل عليها هتلاقي فيها نفس الكلام ده، فول وديفرنشال وانكريمنتال والكلام ده زي الفول خلاص. فانت انا اهم حاجه عندي تفهم مايكروسوفت دلوقتي بتشرح الفول باك اب والانكريمنتال فقط، هما دول المتاحين جوه الايه الويندوز سيرفر، مفيش اي حاجه ثانيه. طيب برنامج الباك اب بيقاس قوته بايه؟ يعني في برامج باك اب كتير جدا، برنامج الباك اب محدش يقول لك على برنامج باك اب وتقدر تشتغل بيه خلاص يبقى هو حلو. برنامج الباك اب ما تثقش فيه الا اذا كان عملت له تيستنج كويس جدا وتاكدت ان البرنامج ده ما بيوقعش داتا. انت مثلا لو عندك 10 جيجا 20 جيجا وفي باك اب فيهم، يعني بتاخدهم باك اب 10 جيجا 20 جيجا 30 جيجا، خدهم باي برنامج مفيش اي مشكله، الدنيا مش هتقع معاك والدنيا تبقى زي الفل، داتا قليله يعني. انما لما تيجي باك اب 2 تيرا 1 تيرا، انت محتاج ايه؟ برنامج باك اب كويس جدا ما يوقعش داتا. يعني ايه ما يوقعش داتا؟ هي ايه الداتا اللي بتقع اصلا؟ هقول لك والله في ناس موظفين ساعات يكتب لك اسم الفولدر طويل قوي مكون من 70,000 حرف كبير قوي، فده بيبقى صعب جدا برنامج الباك اب ياخده. في برامج باك اب ما بتاخدش الكلام اللي باللغه العربيه اللي بالكم، ماشي؟ لما بيكون فايل يبقى ايه؟ عباره عن صندوق جوه صندوق، يعني عاملين ايه 20 فولدر جوه بعض وفي الاخر الفايل. في برامج باك اب ما بتشتغلش بطريقه الايه الديب اللي هو ايه العميق، يعني ده انا بقول لك ده قياس برنامج الباك اب اللي هو ما بيوقعش ايه، يعني الداتا حتى لو الفايل اسمه كبير جدا ياخده. يعني انا عندي ساعات موظفين وعاملين ايه ياخد الملف كوبي وبيشتغل عليه ياخده كوبي فروم كوبي، فتلاقي كوبي تو كوبي تو كوبي وفي الاخر اسم الملف اكس، ايه يا عم؟ او ياخد يحط جوه فولدر محمد جوه اسلام جوه عبد الرحمن جوه الشغل بتاع امبارح جوه شغل النهارده، كلام كده كتير جدا في الاخر تلاقي فايل جوه، ايه يا عم ده؟
البرامج الباك اب ساعتها ما بتعرفش تاخد الفايلات دي، وانت ساعات لما تيجي تمسحها ما بتعرفش. يعني في كتير جدا بتلاقي عندك فايلات كبيره كده بقى عندك مشكله انت تعمل لها ديليت اصلا كمان، تمام كده؟ فده ده قياس برنامج الباك اب. انا مثلا بالنسبه لي بشتغل برنامج اسمه كي ال اس باك اب. كي ال اس باك اب دوت ده برنامج خفيف جدا مش اي حاجه، وبيشتغل انكريمنتال طبعا وديفرنشال والكلام ده كله. البرنامج ده بالنسبه لي احسن من مثلا حاجه اسمها فايتاس. شوف فايتاس عامل ازاي، برنامج سوليوشن كبير جدا. كي ال اس باك اب ده الخفيف دوت احسن منه بالنسبه لي. ليه؟ انا جربت ده وجربت ده، ده نفع مع نوعيه الداتا دي، يبقى هو ده اللي نجح. ملهاش علاقه ان دوت غالي ورخيص واسمه ايه اللي فلان كان بيشتغل بيه، مفيش حاجه اسمها كده. انسى في الباك اب ده، انت تقعد تجرب لغايه لما تنجح، ده احسن حل. انا مش هقول لك الكيل اسمه بيوقعش، لا بيوقع، بس نسبه ان هو اللوس فيه نادره جدا. بتاع الويندوز في 2012 احسن من 2008، و2008 احسن من 2003، بس 2003 كان احسن في الباك اب سوليوشن يعني ك ك ك ك ايه كتفاصيل فيه. بس مايكروسوفت يعني في 2003 يا شباب ويندوز 2003 كان الباك اب كان حلو جدا، كان جميل جدا، فيه ديفرنشال وفيه انكريمنتال زي ما انت عايز كل حاجه جواه. شالوا كل الكلام ده، كل الكلام ده شالوه وعمل لك ايه 2008 باك اب كده مش اي لازمه، هو هو نفس 2012. طيب في مايكروسوفت عندها حاجه اسمها سيستم سنتر داتا بروتكشن مانجر دي بي ام في 2007 منه كده. داتا بروتكشن مانجر ده يا شباب ده مش باك اب، يعني ناس كتير فاكره ان ده ايه، ده برنامج باك اب، ده برنامج زي سيستم سنتر كونفيجريشن زي الحاجات دي. يعني ده وظيفته بيقولوا عليه ان هو بياخد باك اب، بس هو مش بياخد باك اب، هو بيعمل حاجه اسمها ريبليكا. فاكرين الدي اف اس ريبليكيشن؟ دي في اس ابلكيشن، انت بتجيب سيرفر بتحط عليه الداتا وتجيب سيرفر تاني تنقل منه الايه؟ الداتا ذا سيم تايم، يعني في نفس الوقت الداتا اللي موجوده هنا بتتنقل الناحيه الثانيه. دي اسمها ريبليكا، ده مش باك اب. الداتا اللي هنا لما بتعدي بتعدي للناحيه الثانيه. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ ريبليكا. بمعنى انت دلوقتي لو عندك مثلا عندك سيرفر مثلا ده اكس تشينج، خلاص، وانت عندك الدي بي ام سيرفر بتاعك ده، ده يعتبر هو مش باك اب سيرفر، هو ده مكان خلاص بيعمل انتجريشن مع الاكستشينج، بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ريبليكا. بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ريبليكا داتابيز. بمعنى مش الاكستشينج ده عباره عن داتابيز وميل بوكس وكلام كده وحاجات بتبقى تتحط جواه، هو بيعمل ايه؟ اي حاجه بتحصل جوه الداتابيز دي اي تعديل يحصل له ايه؟ سنكرونايز الناحيه الثانيه. لو كاريت ميل بوكس جديد ايه؟ يكاريت الناحيه الثانيه. لو اتدلت اتدلت الناحيه الثانيه. وانس ان السيرفر ده وقع خالص، ها الداتابيز في نفس التايم اللي السيرفر ده وقع فيه انا اقدر اعمل لها ريستور منين؟ من الدي بي ام. هو ده وظيفته. انما لو داتا دلتت من هنا هتتدلت من هنا. فهو ابليكا مش باك اب. اسمه داتا بروتكشن، بيحمي الداتا مش بيريكفر الداتا. هو بيريكفر لو انت عاوز تستخدمه في دي، بس هو مش باك اب، هو ايه؟ داتا بروتكشن مانج، هو ريبليكا اسمه ايه؟ عشان بس ده ممكن حد يسالوك في انترفيو، هو ده باك اب ولا ده ايه؟ قلت له ده ريبليكا. واضحه كده؟ هو زيه بالظبط نفس فكره الايه؟ الدي اف اس ريبليكيشن، انت تجيب فايل سيرفر هنا جواه فولدر وتعمل مثلا سيرفر تاني ريبليكيت الحاجه اللي بتحدد في الفولدر دي. اي حاجه تحصل لنا هناك الناحيه الثانيه. خلاص كده؟ طيب مايكروسوفت هنا بتتكلم في الايه؟ بتتكلم في الفول باك اب وبتتكلم في الايه؟ في الانكريمنتال فقط. خلاص كده؟ بيقول لك ده انت ممكن تباك اب ايه يعني؟ ال تباك اب فول سيرفر اول فوليومز يعني، او تسليكت فوليوم معين، خلاص سيستم ستيت، تباك اب فولدر او فايل معين كده يعني. تمام؟ ده الدي بي ام اللي بقول لكم عليه. خلاص كده طبعا ده بيستخدم في السوليوشن الكبيره، مش كده خلاص. طيب تعال نشوف الباك اب بتاع مايكروسوفت عموما. هتقول له اد رول، هو طبعا ايه الباك اب ده زي ما قلنا في الاول خالص ده عباره عن فيتشر مش رول.
هتلاقي عندك حاجة اسمها ويندوز باك اب. ويندوز سيرفر ايه؟ باك اب. لو عاوز يعمل ستارت ماشي يستو. ممكن تستخدمه كمان تباك اب بالباور شيل. ممكن تستخدم الباور شيل طبعا زي ما قلت لكم، الباور شيل داخل في كل حاجة. خلاص؟ خلاص كده خلص. هتفتح الكونسول بتاعه، ويندوز سيرفر باك اب. انا مثلا هعمل مثال دلوقتي، مثلا هعمل ايه، هعمل فولدر اسمه اكس كده، جواها هعمل فولدر تاني اسميه داتا، وجواها هعمل فولدر مثلا تاني اسميه باك اب، مش مشكله. خلاص الداتا دوت انا هحط فيه شويه ايه، شويه حاجات كده. عايز اباك اب ده من هنا احطه فين؟ هنا. بيقول لك هنا انت عاوز تريكفر حاجه، يعني انت خدت باك اب قبل كده عاوز تريكفر؟ لا انا ما خدتش حاجه خالص. طب انت عاوز تباك اب وانس؟ يعني ايه باك اب وانس؟ يعني باك اب دلوقتي مره واحده بس، ولا عاوز تباك اب بسكادول؟ دي هي دي، بس دي بسكادول. تعال نعملها وانس وهي هي اوبريكو السكادول بعد كده. طيب بيقول لك سكادول ولا ديفرنت اوبشن؟ اكيد ديفرنت، ان انا مش مختارها وانس. انت عاوز تفول سيرفر باك اب؟ يعني ايه فول باك اب؟ يعني هياخد كل الدرايفرز اللي موجوده، السي ودي واي حاجه موجوده هيباك ابها، ولا كاستم؟ انا بقول انا عايز كاستم. طيب اد ايتم، هتباك اب ايه؟ سيستم ستيت ولا باراميتر ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ فانا اقول له والله ايه، عندي فولدر هنا اسمه اكس، عاوز اباك اب ايه اللي اسمه داتا. ممكن تباك اب حاجه معينه تحت داتا، فايل معين. خلاص اوكي نيكست. طيب انت هتعمل الديستنيشن تايب، يعني هتحط فين؟ تحب تحطه في ريموت شيرد فولدر، يعني على على سيرفر تاني؟ بصراحه هو ده المطلوب. انت في الشركه بتبقى عندك باك اب سيرفر بتباك اب اي داتا من كل السيرفرات اللي عندك تحطها فين عليه. مشكلة بقى في مايكروسوفت ان هي عامله حاجه ايه هي، ان لو انا حطيت شويه فولدر في مكان تاني خلاص هيباك اب لي اول مره، لما يجي باك اب تاني هيمسح اللي في الشورت فولدر ويحط ده مكانه. كارثه يعني، مش عارف لو مشينا كده هيقول لك يعني لو حطيت له المكان مثلا، هحدد له اي مكان كده وخلاص. لا بس عايز اوريها لكم. ماشي طيب ماشي مالك. في مشكلة في الشيرت فولدر. طب خلاص بلاش ده، هي كده. كنت عايز اوريكم الجزئية بتاعت هيطلع لك مسج أول ما يجي دي ورننج مسج، يقول لك خلي بالك احنا مش هنسيب حاجة، يعني أول مرة هبكب لك هناك، بس بعد كده أنا هدلت. هنعمل شيرت فولدر دلوقتي وأوريها لكم. ماشي أنا أقول له فين؟ على لوكال درايف. طبعا هو هيبكب منين؟ من السي. خلاص؟ فما ينفعش الديستنيشن في السي، ودي من مساوئ مايكروسوفت في الحته دي. يعني انا دلوقتي كنت عايز ابكب في نفس الفولدر، بس انا نسيت اقولها لكم دي. طب انا دلوقتي انا هعمل حاجه ثانيه، انا هبكب مثلا ايه؟ هبكب مثلا من سيستم ريزيرفد دي، هبكب مثلا ايه؟ البوت ده مثلا، الفايل ده ماشي؟ عشان اعرف ابكبه، ما انا هعمل ايه طيب؟
واحطه فين؟ هو ايه نسي ولا ايه؟ كان مهيز بس ما ينفعش يظهر لك نفس البطاقة عشان انت واخد منه الداتا اصلا. هقول له ايه؟ بكب لي الداتا دي حطها لي في السي. فبيقول لك الداتا دي، فانا بقول له ايه؟ اه مفيش اوبشن ان انت تحدد له فولدر معين انت بكب فيه جوه السي، يعني هيحطهم لي في السي وخلاص. فانا بقول له ماشي بكب. ممكن يعمل مشكلة عشان الداتا دي أصلا من السيستم، فممكن ما بتاخدش كوبي يعني. باك اب نود فاود، هو فعلا هو ما يقدرش ياخده. طب احنا ممكن نعمل حاجة تانية، نعمل ايه؟ طيب انا اقول لكم نعمل ايه. نعمل شرينك شوية للبارتيشن دوت، بس ان احنا نعمل بارتيشن تاني يعني. مثلا ايه كده؟ انا خدت منه 5 جيجا بس، عملت شوية. ماشي، تعالى بقى نرجع نباك اب تاني. اقول له باك اب وانس كاستم. انا مثلا هباك اب الايه اللي موجود في السي، الفولدر اللي اسمه اكس كله. ماشي، نيكس هحطه فين؟ ها في الاي. تمام كده، تمام. بيباك اب بقى يا شباب، بياخد الداتا يعملها لك ملف في اتش دي، يعملها لك ملف ايه؟ او في ال 2012 في اتش دي اكس. الاكس قلنا هو الافضل شويه في حته ان هو بيحمي الداتا، وان هو بي 64 تيرا داتا في الحجم كمان. زي ما قلت لكم يا شباب، هو ايه برنامج الباك اب؟ محدش بيستخدم برنامج بتاع الباك اب بتاع الويندوز ده الا لو هيباك اب حاجه بسيطه. هو كده خلص، تمام. فايه برنامج الباك انت بتجيبه؟ ما تسمعش كلام حد، انت هات البرنامج بنفسك وجربه خلاص وشوف. تعالى كده نشوف ويندوز ايمج باك اب، اسم السيرفر ده خلاص. ففي شويه فايلات كده في الاخر عندك ملف ايه؟ VHD. تمام، ملف ايه؟ VHD عندك. لو جيت فتحت كده ال، لو تلاحظ انا لما عملت دبل كليك عليه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا ديسك ايمج، بيقول لك هو عاوز ايه؟ هو عاوز يعمل لك، تعمل له انيشاليزد. يعني بيقول لك الديسك ده هتلاقيه موجود فين؟ في الديسك مانجمنت سناب ان. روح هناك واعمل له بس ايه؟ انيشاليز. بص بالفعل هو ده، بالفعل ايه؟ هو ده. بص هو شكله فيرتشوال اهو، ديسك معمول له اتاتش خلاص. انت بس تعمل له ايه؟ هو اوف لاين، تمام، متدفع عندك. فانا اقول له ايه؟ ادي له مثلا اي درايف ليتر، اي حاجه اف مثلا. باجي افتحه الاقي جواه ايه؟ اكس.
وجوه اكس داتا وباك اب. فدي ميزه الوحيده اللي مايكروسوفت عملتها، ان انت بتباك اب الحاجه جوه في اتش دي فايل. دي الميزه فاهمني. وانا جربته عن نفسي في 2012، حجم الداتا اللي بتقع في الباك اب قليله بصراحه. بس هما يعني بص، مايكروسوفت ساعات بتعمل تقول لي ايه، طب ليه مايكروسوفت شالت السيرفس اللي كانت موجوده في 2003 يعني ليه شالتها من 2008 و2012؟ اقول لك والله بص، يعني مايكروسوفت ممكن تتعامل مع شركه ثانيه تقول لها ايه مثلا، ما تشيلي من عندك برنامج الباك اب او خلي اداؤه سيء وخذي فلوس مثلا مقابل ده، عشان انا عندي برنامج باك اب فالناس تلجأ له. يعني ما هي مايكروسوفت لو عملت برنامج باك اب كويس جوه الويندوز سيرفر، ما هي عندها باك اب، لو هي حسنته انت تعرف تشتري برنامج باك اب تاني؟ مش هتشتري، هو جوه النسخه هتشتري ليه؟ بنفس اللايسنس ما تشتريش فاهمني؟ فبتقول لك ايه فده من الحاجات الوارده اللي بتحصل ما بينهم. يعني لا خلاص، يعني ايه، انا هاخد منك كذا بس مقابلها هسيب لك حاجه تانيه، فاهم قصدي؟ او مايكروسوفت بتسوق ساعات للدي بي ام بالحته دي. يعني لو تاخدوا بالكم السلايد دي اللي انا كنت بشرح منها دلوقتي، ايه علاقه الدي بي ام بالموضوع؟ هم ليه بيتكلموا عنه؟ ليه؟ مايكروسوفت ليه بتتكلم عنه في الدي بي ام في الموضوع ده، يعني موضوع الداتا ريكفري، مع ان هو مش في المنهج وانت ما بتدرسوش اصلا وما بتشوفوش، بس ليه؟ عشان ما تعرف فكرته فحضرتك تقوم شايف الشركه عنه فتدفع فلوس تاني، انت فاهم؟ هم عشان ينزل حاجه فيسحب حاجه كان بيحطها حلوه. والله فعلا انت عارف، لو بتاع مايكروسوفت ده في 2003 نفس السيتنج عاملينها في 2012 على الفي اتش دي اكس دوت، يبقى جميل جدا. بس هم مش عايزين يعملوا كده ليه؟ عشان يسوق لحاجه تانية تشتريها انت بقى، انت عاوز باك اب طب ادفع، فاهم قصدي؟ بس دي فكره الباك اب. طب تعالى بقى نعمل ريستور ونشوف. انا هعمل ده اوف لاين، مش عاوزه خلاص، وهعمل له دي اتاتش في اتش دي، تمام. طيب الباك اب سكادول هي نفس الكلام على فكره، بتحدد برضه الايتم بتاعك مثلا كده، بس هتحدد وقت بس وانس في الساعه، يعني يترن مره واحده في وقت معين. ولا بص بقى الغلاسه، ولا انت عاوزه يترن امتى؟ الساعه 12 ولا 12 ونص؟ طب انا عاوزه 12 و10، احطها منين دي؟ يعني انت غريب جدا، ليه يعني؟ ليه كل نص ساعه؟ افرض انا لا عاوز الساعه 4 و5 دقايق، انت مالك؟ لا يقول لك لا، هو تحس ان هو بيرخم عليك، هو مش بيديك فيوتشر، لا هو بيرخم عليك، فاهم؟ بس بعد كده نيكست، بتحدد الديستنيشن فين وخلاص. خلاص باك اب تو فوليوم ولا باك اب تو شورد فولدر، دي اللي بقول لكم عليها اهي. استنى كده، هي دي الاوبشن اللي بقول لك عليه. هنا بيقول لك ايه، باك اب تو هارد ديسك، يعني تحط لي هارد ديسك لوحده وباك اب عليه بس، ولا هباك اب تو فوليوم بارتيشن معين، ولا هباك اب تو شورد فولدر. في الحاله دي بيديك ورنج مسج بيقول لك خلي بالك، when you use remote shared folder as a storage destination، يعني مكان انت هتخزن فيه الايه؟ الداتا بتاعت الباك اب. for scheduled backup each backup will the purpose backup. هيدل كل القديم. انا اعمل ايه كده؟ حتى يعني انا تعبت نفسي خلاص، وفي الاخر يقول لك نفس الكلام بقى، فين هو الباك اب؟ فين الشيرد فولدر يعني؟ فهمتوا؟ بس هي دي الفكره. تعال نريكفر كده. فهنا لما تيجي تريكفر يقول لك ايه؟ يقول لك انت عاوز تريكفر حاجه موجوده على نفس السيرفر دوت، يعني حاجه انت خدتها باك اب بالسيرفر ده قبل كده، ولا حاجه متخزنه في مكان تاني فانت عاوز تريستورها في حته معينه. لو قلت له زيس سيرفر نيكست كده، هيقول لك والله في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني انت خدت باك اب. خدت ايه؟ باك اب. تحب نشتغل على دوت؟ لو انت عندك اكتر من باك اب هيبان لك هنا بقى. خلاص؟ الباك اب ده انت خدته منين؟ من السي، عملت سيلكتد فايل، حددت فايل معين، خلاص نيكست. ها بيقول لك ايه، وات دو يو وونت تو ريكفر، تحب تريكفر ايه؟ الفايل اند فولدر ولا فوليوم كله ولا عاوز تعمل ايه؟ اكيد الفايل اند فولدر. طيب جوه بي دي سي اللي هو السيرفر اللي انت عليه دلوقتي، بيقول لك انت خدت من السي، اخدت منه ايه؟ اكس ده كان جواه داتا باك اب وداتا،
تحب تكفر ايه بالظبط؟ تحب تكفر الفايل ده لوحده مثلا ولا كلهم؟ انت حر. نيكست. طيب تحب نرجعه في الاوريجنال؟ يعني نفترض مثلا انا جيت هنا رحت جاي مدلك كل ده، دلت قد ايه؟ ايه مالك؟ حد عمل له حاجة؟ طيب ما علينا. هتركبها فين؟ اوريجينال لوكيشن ولا في حتة تانية؟ انت حر، زي ما انت عاوز، بس هتركبها في نفس المكان اللي انت خدته منه. ماشي، عاوز توديه في حتة تانية انت حر. طيب بيقولك ايه؟ when this wizard find items ايه in the backup set or already in a recovery destination. يعني بيقول لك خلي بالك، طب لو انت جيت تركفر حاجة وهي اصلا موجودة هناك، يعني انت جيت تركفر فايل والفايل لا في كوبي منه هناك، في زيه هناك، نعمل ايه؟ ايه الاكشن اللي هناخده؟ بيقول لك ايه؟ create copy so that you have both version، يعني اعمل لها كوبي تانية واخلي الاتنين فيرجن موجودين، ولا اوفررايد ذا اكزيستنج فيرجن ويز ذا ايه؟ ريكفرد ايه؟ فيرجن. يعني ايه؟ يعني دلت اللي هناك وحط بتاعت انا اللي انا بعمل لها ايه؟ ريستور. خلاص؟ ولا دونت ريكفر ذا ايتمز، يعني لا يعني اللي هناك ما تمسحوش وما تبكبش اللي معايا، ما ترجعش اللي معايا. اللي انت عاوزه. الافضل طبعا اخلي ايه؟ ها؟ يبكب اللي معايا ويخلي اللي هناك، بس اللي معايا هيخليها بايه؟ باسم او باسم تاني، عشان ابقى عارف ان انا اسم اعمل لها ريستور دلوقتي، ابقى عارف ان دي الجديده ودي القديمه. فاهمني؟ طيب هو ريستور، بيقول لك انا هريستور كل الكلام ده. هو في بقى مشكله في الفايل هناك. طب تعالى نكفر كده تاني. ماشي على نفسه. نكست. نحطها في مكان تاني مثلا، خليها على الديسك توب، نعمل فولدر اسمه مؤمن مثلا. كومبليت. تمام كده؟ واضحة الفكرة؟ دي فكرة الباك اب بمعنى مفيش أي مشكلة. هل عندنا سؤال فيها؟ تمام؟